بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا والدرس الخامس بعد المئة من سلسلة دروس كتاب الفوائد المترعة الحياض المنسوب للعلامة الشيخ شمس الدين أحمد ابن سليمان ابن كمال باشا الحنفي، شرح رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما. لا يزال الكلام في باب الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. سبق شرحه في آخر الباب الثالث عشر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تئط. أنت عندما تصعد على مكتب، الآن إذا صعدت أنا على ظهر المكتب هكذا وجسته، يخرج صوت أثناء الصعود عليه، هذا الصوت هو الأط، هذا هو الصوت. قال: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وأطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء، وتأط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة، والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما، ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت. والصعودات بضم الصاد والعين الطرقات، ومعنى تجأرون تستغيثون. قوله أطت السماء، الأطيط صوت الأقتاب، وأطيط الإبل أصواتها وحنينها، أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها، أثقل السماء يعني، حتى أطت. وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة، وإن لم يكن ثم أطيط، وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. طبعا لا مانع من أن يكون الكلام على حقيقته. والصعودات الطرق، وهي جمع صعد، وصعد جمع صعيد، وقيل هي جمع صعدة كظلمة، وهي فناء باب الدار وممر الناس بين يديه. أربعة أصابع روي بالهاء وغيرها، والإصبع يذكر ويؤنث،
وموضع أربعة أصابع فاعل للظرف المعتمد على حرف النفي والمذكور بعد إلا، والمذكور بعد إلا حال منه، أي وفيه ملك. والمعنى لخرجتم من منازلكم إلى الجبانة. معروفة الجبانة؟ هي مكان تابع للفناء المصر، يدفن فيه الموتى غالبا. لخرجتم من منازلكم إلى الجبانة متضرعين إلى الله تعالى. ومن حالة المحزون أن يضيق به المنزل، الإنسان الحزين المتألم، وهذا معروف أنه يضجر حتى إن المنزل الذي يكون قاعدا فيه على وساعته يشعره ضيقا، يقول لك أكاد أختنق من شدة حزنه وألمه، فيطلب الفضاء الخالي لبث شكواه. انتهى. ويحتمل أن يقال معناه لا يقر بكم قرار، لو أنكم تعلمون، أو أننا نعلم ما يعلمه عليه الصلاة والسلام. ومر معنا في الدرس السابق أن هذا من الأسرار. وقال الشيخ ثمة كلام جميل، حكمة، قال صدور الأحرار، صدور الأحرار قبور الأسرار، صدور الأحرار قبور الأسرار. وهذه الأمور التي يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام وما أخبرنا بها، هذه من الأسرار التي لم يبح بها. ولا يظلنكم سقف دار، بل كنتم تخرجون والهين هائمين لا تقصدون منزلا معينا. وهذا أحبابنا يفسر حال بعض الأولياء الصالحين الذين خرجوا إلى في البراري سائحين، لا يستطيعون المكث في دار ولا القرار في بلدة. ليه؟ لأنهم علموا ما لم يعلموا غير ما لم يعلم غيرهم، ورأوا وكوشفوا بما لم يكاشف به غيرهم. على الرغم من ذلك يلامون ويتهمون بالجنون ويتهمون بالبدع والضلال، هم يكتمون أسرار ما يرونه، يكتمون تلك الأسرار. كما ذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه رؤي يوما يمشي، فقيل إلى أين؟ فقال لا أدري، وكان يمشي والها من الخوف. ويروى أن أويسا القرني رحمه الله كان يحضر القاصة، في إنسان يقص قصاص، كان يحضر مجلس القصاص، فيبكي من كلامه، فإذا ذكر النار صرخ أويس، ثم يقوم منطلقا فيتبعه الناس ويقولون مجنون مجنون. وعن أبي برزة براء ثم زاي. لذلك أحبابنا إذا ما رأينا أمثال هؤلاء لا ينبغي أن يعني نتعرض لهم، بل ينبغي علينا أن نتأدب معهم وأن نتأدب بحضرتهم. وعن أبي برزة براء ثم زاي نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. والله إنه لسؤال عظيم، والله إنه لسؤال مهيب، سؤال جليل، سؤال يعني لو فهمناه والله لتنخلع منه القلوب. أن الذي سيسأل علام الغيوب جل وعلا، من لا تخفى عليه خافية، وبعد السؤال لا نعرف
هل نوفق في الجواب للصواب أم تزل الألسنة فتكذب؟ لا نعلم ماذا سيحل بنا في ذلك الموقف العظيم كربه والشديد هوله. لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن عمره وعن علمه فيما فعل فيه. كل مسألة أنت تعلمتها ستسأل عنها، ستسأل عنها لما تعلمت وماذا عملت بهذه المسألة، هل علمتها، هل عملت بها؟ فالأمر ليس بالسهل وليس بالهين، أمر خطير. عن العلم، كل مسألة تعلمتها، كل مجلس حضرته، كل مجلس تكلمت فيه، كل وعظ وعظته، كل إرشاد أرشده، كل فتوى أفتيت، كل شيء ستسأل عنه مسألة مسألة. وعن ماله، من أين اكتسبه، عن الدرهم والدينار من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن جسمه فيما أبلى، هذا الشباب فيما أبليته، فيما أبليته هذا الجسد. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. لا تزول قدما عبد، عبد نكرة في سياق نفي فتفيد العموم، لكنه مخصص بغالب العبيد، فيخرج عنهم من لا حساب عليه. اللهم اجعلنا منهم يا رب بفضلك وكرمك ومنك، إنك خير مسؤول وخير مجيب، سبحانك اللهم. وهم الزمرة السابقة إلى الجنة، ويخرج منهم المجرمون الذين يعرفون بسيماهم، فيؤخذون بالنواصي ويجرون والعياذ بالله. وأما قوله عن عمره فيما أفناه إلى آخره، ظاهره أنه يسأل عن هذه الأربع مجملة لا تفصيلا، ستسأل تفصيلا عن كل أمر فعلته. والله يا ربي سلم، يا ربي سلم، يا ربي سلم، سنسأل عن كل طرفة عين، عن كل طرفة عين، لما تحركت، لما قلت، لما فعلت، لما مشيت، لما 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 لما. قال ظاهره أنه يسأل عن هذه الأربع مجملة، وليس كذلك، انظر، وليس كذلك، بل يسأل عن آحاد كل نوع منهم، فيسأل عن أزمانه من وقت تكليفه زمانا زمانا وعملا عملا. يعني تأمل يا سيدي، اللحظة التي تعصي الله فيها ستسأل عنها، سيقال لك في الساعة الفلانية التي من الله عليك بها في العافية، ماذا فعلت، بما أمضيت تلك الساعة، والسائل أعلم من المسؤول بما أمضيتها. في جوف الليل لما نام فلان وفلان في الساعة الفلانية، ماذا فعلت؟ لما خلوت في البيت لوحدك، لما خلوت في الغرفة لوحدك وغلقت الباب، ماذا فعلت؟ ستسأل زمانا زمانا وعملا عملا. فأعد لكل سؤال جوابا ولكل جواب صوابا. وعن معلوماته وما عمل بها واحدا واحدا، كل عمل أحبابنا، كل عمل، لو أنك أغلقت الباب، أطفأت النور، أشغلت النور، ستسأل لما فعلت هذا. لذلك أحبابنا السعيد، يا رب اللهم أكرمنا بذلك ووفقنا لهذا، السعيد، السعيد من يوفق إلى نية قبل كل عمل، إلى نية صالحة قبل كل عمل، هذا هو السعيد الموفق. اللهم وفقنا لذلك، اللهم وفقنا لذلك، إلى نية صالحة قبل كل عمل. وعن معلوماته ما عمل بها واحدا واحدا، وهكذا في سائرها تعيينا وتعديدا وتفصيلا.
والدليل على ذلك قوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، انظر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلا أحصاها. فستسأل عن كل شيء مكتوب في كتابك، وأنت وأنا نعلم ماذا يكتب في كتابنا. وقوله جل وعلا: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. ومثل هذا كثير في الشريعة، ومن تصفح ذلك حصل على العلم القطعي واليقين الضروري من ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، كيف أسعد، كيف أفرح، كيف أسر، كيف أشعر بسكينة، كيف أنعم بمأكل ومشرب وملبس، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، إسرافيل عليه السلام، واستمع الإذن، متى ينتظر، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، سمعا وطاعة، حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. القرن هو الصور الذي قال الله تعالى: ونفخ في الصور، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم، من النعمة، من النعمة بفتح، بالفتح، وهي المسرة والفرح والترفه، معناه كيف يطيب عيشي وقد قرب أن ينفخ في الصور. فكنا عن ذلك بأن صاحب الصور وضع رأس الصور في فمه، وهو مترصد مترقب لأن يؤمر فينفخ فيه. قولوا حسبنا الله، أي الله محسبنا وكافينا. وما من أحسبه، من أحسبه الشيء إذا كفاه. والدليل على أن حسبك، أو أن حسبك بمعنى محسبك، وقوعه صفة لنكرة، تقول هو رجل حسبك، فلو لم يكن اسم فاعل وإضافته في تقدير الانفصال لما وقع صفة لنكرة إذا كان مضافا إلى معرفة. والوكيل بمعنى المفعول، أي نعم الموكل إليه الله جل وعلا. والله مبتدأ، وحسبنا خبر مقدم، والمخصوص بالمدح بنعبي نعم الوكيل محذوف، انتهى. حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم الوكيل الله. قال الشيخ أبو بكر محمد ابن إسحاق الكلاباذي في هذا الحديث إشارة إلى الرجوع إلى الله والاعتماد عليه والتبرؤ من الحول والقوة والنظر إلى الأفعال والسكون إلى شيء، والتبرؤ من الحول والقوة والنظر إلى الأفعال، يعني التبرؤ من النظر إلى الأحوال، والتبرؤ من السكون إلى شيء دون الله في الأحوال. ألا ترى أنهم لما تحيروا وتثاقلوا في نفوسهم لم يدلهم على عمل من أعمالهم يرجعون إليه؟ لما ثقل عليهم هذا الكلام، خشي الصحابة وخافوا، ماذا نفعل؟ قال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا أمرهم بفعل شيء من أفعالهم يعتمدون عليه، بل وجههم إلى الله. قل، قال الله تعالى: ففروا إلى الله. وهذا هو السعيد أحبابنا، كلما طرأ عليه شيء، إن كان نعمة قال الحمد لله، رأى هذا من الله، وإن كان نقمة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، رأى أن هذا من الله. هذا هو السعيد، إن فرح قال الحمد لله، وإن وقعت بلية رجع إلى الله، استرجع فقال إنا لله وإنا إليه
راجعون ويعتقد، لا بد أن يعتقد بأن الخير كل الخير فيما نزل. هذا من حسن الإيمان وكماله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وأدلج بإسكان الدال ومعناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في طاعة الله، والله أعلم. يعني الذي تجد الذي يريد الطالب المجد المجتهد العاقل الذي تتطلع نفسه إلى أعلى المراتب، تجده أول الطلاب حضورا في المحاضرات، وتجده أول العاملين إذا ما طلب العمل، وتجده أول الملتزمين إذا ما طلب بالالتزام، تجده دائما الأول، الأول في كل شيء. ليه؟ لأن نفسه تتطلع إلى معالي الأمور، فهو دائما يسعى لأن يكون الأول. وهذا هو العاقل، العاقل السعيد الموفق لا ينبغي أن يكون أدنى من غيره أيا كان هذا الغير. ابذل ما بوسعك كي تكون الأول دائما، إن فعلت ذلك مخلصا جاءك المدد والعون من الله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. أدلج القوم إذا ساروا من أول الليل، فإن ساروا من آخر الليل فقد ادلجوا بتشديد الدال. إذن أدلج سار من أول الليل، ادلج سار من آخر الليل. قيل: من خاف البيات من هجوم العدو عليه وقت السحر يسير في الليل ويبلغ المأمن. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لسالك طريق الآخرة، فإن الشيطان على طريقه، الشيطان يقف على طريقك أيها السائر إلى الله، يريد أن يقطع الطريق عليك، يريد أن يقطع الطريق عليك. فتخير الأوقات التي يغفل فيها الشيطان عنك. قال: والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه، أعوان الشيطان، فإن تيقظ في سيره وأخلص النية في عمله أمن من الشيطان وكيده. لماذا يأمن؟ لأن المدد آتيه من الله بسبب إخلاصه. ومن قطع الطريق بأعوانه أأمن من الشيطان وكيده، ومن قطع الطريق بأعوانه. ثم أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن سلوك طريق الآخرة صعب، وتحصيل الآخرة متعسر لا يحصل بأدنى سعي، فقال: ألا إن سلعة الله غالية، أي رفيعة القدر، وسلعته الجنة العالية الباقية، ثمنها الأعمال الصالحة، ثمنها طاعات في الليل، طاعات في النهار، ثمرها مكارم الأخلاق، ثمرها إقبال على القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا إلى غير ذلك. ويحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام حث على التشمل للعبادة وإحياء أكثر الليل بالصلاة والذكر، ومن البواعث عليه على القيام في الليل والتشمر للعبادة خوف البيات من المنايا، فإن من خاف هجوم الموت عليه وانتهاء الأعمار وانقطاع الأعمال طار عنه النوم وأدلج في سيره إلى الآخرة. لذلك تجد المقبلين على الله
يحدثهم من حولهم من زوجة ربما وأولاد إخوة أب أم يا أستاذ يا فلان دائما تفعل كذا دائما تفعل كذا دائما تفعل كذا. هم ما فهموا ما فهمته وما ذاقوا ما ذقته، يعودون عليك باللوم لأنك مقبل على الله، ولا يعودون باللوم على مقبل على دنيا تشغله عن الله. من أحق باللوم؟ ذاك الذي أعرض عن الآخرة وأقبل على الدنيا ينال من شهواتها وملذاتها ويغفل عن الذكر والطاعة وطلب العلم وقراءة القرآن والأذكار إلى آخره. هذا أحق باللوم أم ذاك الذي مثلا كما قلنا قبل قليل أقبل على الله يقرأ ويقرأ يدرس ويدرس ويحفظ ويحفظ؟ أيهما أحق باللوم؟ تجد الناس قد انقلبت عقولهم، انقلبت مفاهيمهم، صاروا يلومون من لا يجوز لومه ويسكتون على من يجب أن يلام. لا يجوز، يحرم عليك أن تلوم من أقبل على الله وكأنك تحكم عليه بالسفة لأنه أقبل على الله. ما دام يقبل على الله إقبالا لا يضر بدنياه ولا يضر بدنيا من حوله، لا يجوز لك أن تلومه أو أن تعيب عليه. هذا مما ينبغي أن نعلمه وأن نعلمه أيضا. روي عن عطاء السلمي أنه كان لا ينام بالليل، فقالت له ابنته: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ هذه البنت الطيبة الرقيقة الرفيقة بأبيها، ما حرك لسانها حب أن يأخذها أبوها إلى نزهة أو إلى دنيا تعبث بها، وإنما حرك لسانها الشفقة على أبيها، حبها لأبيها هو الذي حرك لسانها: وأنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف البيات، وقال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ كان يخاف أن ينام وأن يأتي الهلاك أو الموت وهو نائم، لا يريد أن يلقى الله وهو نائم، يريد أن يلقى الله وهو على طاعة على ذكر لله سبحانه وتعالى، لا يريد، يخشى أن يقبض وهو غافل. الناس اليوم لا يكترثون كيف يموتوا، المهم أنه في الساعة التي هو فيها الآن مرتاح مسرور، يأكل يشرب يعبث يلعب، هذا شأن العامة. والمصيبة أنه من شأن بعض الخاصة من طلاب العلم، هذه كارثة الكوارث والله. أنشد بعضهم: يا كثير الرقاد والغفلات، كثرة النوم تورث الحسرات، إن في القبر إن نزلت إليه لرقادا يطول بعد ممات. لا، يا ليت صوتي جميل لأنشدتها، ولكن صوتي سبحان الله كالمجرشة، يعني جمال الصوت هبة من الله سبحانه. ومهادا ممهدا لك فيه بذنوب عملت أو حسنات. الله، ومهادا ممهدا لك فيه، المهاد الفراش في القبر، إما فراش من حسنات فتكون منعما، وإما فراش من سيئات والعياذ بالله. أأمنت البيات من ملك الموت وكم نال آمن، وكم نال ملك الموت وكم نال آمنا ببيات. وقال أبو بكر بن عياش: رأيت في منامي ثلاث ليال هذا البيت، وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل. معرفان، ما تعرف
هل تنزل في جنة أم في نار؟ كيف تنام هذا العادي العين قريرة؟ سبحان الله، ننام وننام ولا نستيقظ، ولو ضربت المدافع القنابل لا يستيقظون. لماذا؟ يا ربي سلم، يا ربي سلم. وعن عائشة رضي الله عنها لما كنا صغارا أحبابنا كانوا في المسجد يأخذوننا للمسبح، كانوا يستأجرون لنا القائمون علينا في المسجد، إدارة المسجد، وما كان في إدارة، كان في عندنا شيوخ، يعني الشيخ القائم يعني كان يستأجر لنا أفخم المسابح في الحقيقة والله، أنظفها، يستأجرونها وكانوا يأخذون إليها. وكنا نذهب من بعد صلاة الفجر مباشرة، من بعد صلاة الفجر، ونمكث هكذا في المسبح تقريبا إلى قبيل الظهر بنصف ساعة، يعني تقريبا نصف ساعة ساعة، يعني كان يؤذن الفجر فيما أذكر في الثالثة والنصف الرابعة، نذهب في الساعة الخامسة تقريبا ونعود في الساعة الحادية عشر، الساعة الثانية عشر قبل الأذان مثلا. يوم كان نذهب أذكر تماما كان يوم الأربعاء نذهب، يوم الثلاثاء لست أنا وجميع أصدقائي ما كنا نعرف النوم في الليل، لا ننام في الليل من شدة اشتياقنا للذهاب إلى المسبح، ننام متأخرين وطيلة الليل نستيقظ ننظر إلى الساعة، كم الساعة صارت ثم نرجع ننام، نستيقظ ثم ننام، فنستيقظ في أول الوقت قبل الفجر، نتوضأ نصلي الفجر، نذهب للجامع مباشرة، لقلوبنا متعلقة بهذا الأمر الذي وعدنا به. فلما القلوب، قلوب الصالحين تتولع وتتعلق بما وعد الله عز وجل، ولما تخاف مما أوعد الله عز وجل به تجدها تكون يقظة. فإذا نامت العين من تعب وإرهاق تجد القلب يزعجها فيقول لها إلى ما هذه الغفلة؟ ألا تقومين من أجل أن تسعي لتحقيق ما تعلق به قلبك؟ ألا تستيقظين من أجل أن تهربي مما خاف منه قلبك؟ فتجد صاحب هذا القلب الولوع بما عند الله من نعيم، الخائف مما عند الله من عذاب أليم، تجده قليل النوم، قليل الاستقرار، دائم الفكرة، دائم الإقبال على الله. ليه؟ لأن القلب قد ملئ بالشوق والخوف، ملئ بالحب لله وما عنده، وللكراهية لما يبعده عن الله سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بقلوب عامرة، بقلوب عامرة بحبك وحب طاعتك، بقلوب مقبلة عليك نافرة من معصيتك، اللهم آمين. إذن وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة، يا من تفتخر بالنعل في هذه الأيام وتشتريها من أفضل المحلات. وكذلك والله لما كنا صغار في أيام العيد لما كنا يشتري لنا أبونا النعل كنا نجعله تحت باطنا هكذا وننام ونحن نعانق النعال ونحن صغار. فيا من تفتخر بنعلك في هذه الأيام وبثوبك الفاخر وعمامتك الفاخرة وثيابك الفاخرة وكل شيء تتعالى على الناس كبرا وعجبا، تأمل، ستحشر حافيا عاريا. لو كنا نفهم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله، أمنا عائشة تقول صاحبة الحياء الشديد، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد
من أن يهمهم ذلك. حتى قيل عائشة فقط الوحيدة هي التي تحشر يوم القيامة وعليها ستر غير مكشوفة العورة. وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، متفق عليه. غرلا بضم الغين المعجمة أي غير مختونين. قوله غرلا سبق شرح الحديث في الباب السادس عشر. قولها الرجال والنساء مبتدأ، وجميعا حال سد مسد الخبر أي مختلطون جميعا. ويجوز أن يكون الخبر ينظر بعضهم إلى بعض وهو العامل في الحال قدم اهتماما، كما في قوله تعالى والأرض جميعا قبضتهم، وفيه معنى الاستفهام. ولذلك أجيب بقوله الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. باب الرجاء، يعني معنا ما زال معنا 10 دقائق، نقرأ أحبابنا 10 دقائق، نقرأ، ما رأيكم؟ والله المقدمة طويلة، المقدمة طويلة، نكتفي بهذا المقدار. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين، وأن يجعل قلوبنا عامرة بحبه، وألسنتنا لاهية بذكره، وجوارحنا مشغولة بطاعته. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا بإسرار الفاتحة.